ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إهداء النجم العراقي علي يوسف خاتماً مرصعاً بالألماس لزوجته زهراء البصري. وفي التفاصيل، نشرت زهراء البصري عبر خاصيات ستوري على حسابها الخاص على إنستغرام صورة تستعرض فيها يدها وهي ترتدي خاتماً مرصعاً بالألماس. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة وتفاعلوا معها وانقسمت آرائهم. البعض قال إن علي يوسف يحاول مصالحة زوجته، لاسيما بعد أن انفضحت قصته بالممثلة الكويتية هند البلوشي وإعلانه بأنه كان سيقدم على الزواج منها، وبعد أن شاعت أخباراً بأن زهراء تنوي مغادرة منزلها والانفصال عن زوجها، مشيرين إلى أن علي يوسف يحاول لما شمل عائلته مجدداً. فيما هجم البعض الآخر زهراء بقسوة لأنها قامت باستعراض الخاتم، مشيرين إلى أنها تعتمد أسلوب هند البلوشي وتحاول إثارة غيرتها، لاسيما بعد أن فضلها علي عليها. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف هند من تصرفات علي، لاسيما أنها وثقت به وانتظرته فخيب توقعاتها. فيما اعتبر البعض أن زهراء البصري لم تراعي مشاعر أناس يجدون صعوبة حتى في تأمين قوت يومهم، وبالتالي كان عليها أن تكون أكثر مراعاة لشعبها الذي يعاني من الفقر ولمتابعيها الذين حتماً تتفاوت طبقاتهم الاجتماعية. ناشطون آخرون قرروا الدفاع عنها، منهم من اعتبر أن ما قامت به حرية شخصية وأنها أرادت أن تشارك فرحتها مع متابعيها، ومنهم من لفت إلى أن الصورة هي إعلان لإحدى المحلات وليست هدية من علي يوسف، مشيرين إلى أن زهراء البصري تعمل في مجال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقبال الهدايا من المحل والترويج لها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام. وفي هذا الإطار، كانت قد هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان علي يوسف وزوجته، معتبرة أنهما يسعيان للشهرة وأنهما في الوقت الذي لم يكن يتابعهما أحد استغلا قصة علي مع هند البلوشي ليحصدوا ملايين المتابعين الذين كانوا يتشوقون لمعرفة تفاصيل الحكاية. وكانت مي قد وضعت اللوم على من سمحت لهم باستغلالها والوصول إلى الشهرة على حسابها، في إشارة منها إلى مواطنتها هند البلوشي.